من مدينة الصويرة. السلام عليكم بشرة. عليكم السلام ورحمة الله. كيدير أختي سناء لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا على راديو أصوات. بارك الله فيك، الله يطول عمرك. لا يخطيك. وحنايا طبعا كنجاوبوا على طلب آخر هذا الصباح، هو ديال أسماء من وجدة، ونقولوا بسم الله معاك نشوفوا الطريقة ديالك. يلا واخا بسم الله. عندنا كيلو ديال الدقيق الفورص محمر. نعم. وعندنا كيلو ديال الفنجلان محمر ومتشم، والنص تحنيش النص والنص خليه هكاك. وكيلو ديال اللوز طاوة محمر، هادشي محمر في الفران ماشي. إيه. محمر ومتشم طاوة. وعندنا تهو كيلو اللوز. إيه. وعندنا 500 غرام سكر كلاصي، اللي ما بغاش يديرو يدير العسل. إيه. وعندنا معلقه ديال النافع محمر طاو مطحون. ولا السيده دارت العسل شحال غدير في العبار ديال العسل الا ما دارتش السكر الثقيل؟ القياس اللي غيجمع لها تجدد تجمع، تشوف هي واش بغاتو معلك مجموع اولا شويه ناشف على حسب. وعندنا قلنا معلقه ديال النافع محمر مطحون، ومعلقه ديال القرفه، وجوج حبيبات ديال المسكه حره مدقوقه. وعندنا شويه ديال الملحه، و 750 غرام ديال الزبده مذوبه، واللي ما تتبغيش الزبده دير الزيت البلديه شي نص سترو تجمع به. نص سترو ديال الزيت البلديه، اللي ما بغاتش دير ديك 750 غرام ديال الزبده مذوبه. اذا نسيت دير نص سترو ديال الزيت البلديه، او دير 750 غرام ديال الزبده مذوبه. ايه مذوبه بطبيعه الحال، داكشي هذاك الشليب ديالها تحطي تخلي غير الليدان ديالها، ما تخليش هذاك الشليب وداك. اها. وصافي تكون محمره هادشي كله، تغربل الدقيق من بعد ما تحمرو، تغربل داك الدقيق وتخلط هادشي كله كله ناشف، عاد تبدا تجمع بالزبده ولا بالعسل ولا مع داك ولا الزيت. غادي نعاود معاك المقادير بسرعه بشرى. قلنا كيلو ديال الدقيق فورس محمر ومغربل، كيلو ديال الزنجلان محمر ومطحون، غتاخد السيده النصف ديالو اللي غادي تطحن والنصف غتخليه هكاك، صحيح ياك؟ ايه. كيلو ديال اللوز حتى هو محمر ومطحون. ايه. 500 غرام ديال السكر كلاسي او العسل القدر الكافي لجمع الخليط. ايه. معلقه صغيره ديال النافع، معلقه صغيره ديال القرفه، جوج حبات ديال المسكه حره، ونص سترو ديال الزيت البلديه، او 750 غرام ديال الزبده مذوبه. ايه. ولا شويه ديال اللوز هكاك مقلي اختياري، الا بغات تزين به هكاك، الا بغات تبدا تزين به. صافي صافي هو هذا. ونعطيك شي حاجه اخرى؟ اذا من بعد السيده غادي تجمع هذا الشيء. وها هي غتحصل على السلو ديالها. أيه، بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة والراحة، وتحية كبيرة لك بشرى من الصويرة.